11:03 بالضبط على مواجهتكم أما فام. ولما كنقولوا 11 موعد فقرة عندي دواك يوميا من اثنين لغاية يوم الخميس مباشرة لقاء أثري إذاعي كجمعنا دائما بحب معرفة تداوي بالأعشاب الطبية والتجميلية ماسكات أقنعة تدرج لأول مرة لخدمة الجمال الطبيعي مع خبير الأعشاب الطبية والتجميلية جمال سقلي اللي تنقلوا صباح الخير وبداية أسبوع تنأمل فيها كل نجاح يا رب. صباح الخير سي سمية، كيف الحال؟ كيف صبحتي؟ الحمد لله الحمد لله على خير الحمد لله. طيب حنا دائما كنبقاو متفائلين الحمد لله، كنتمنوا الشفاء لكل مريض اللي كيسمع لينا واللي امل دائما في التداوي. تنتمنوا يا ربي نكون عند حسن ظن الجميع. الرسائل كثيره كتوصلنا، فانا بين قوسين تنقول لكم سمحوا لنا لان فعلا كثير الرسائل، فولو كانت عندنا شنقولوا يد سحريه ما نقدروش نجاوبوا هاد الناس كاملين. فانا كنقول لهم فقط يخليكم معنا في الاستماع وفي الاتباع، لان دائما كنعطيو بشكل جماعي باش الكل يعني يستفد وتكون المعرفه لكل الناس، ماشي كل موضوع موضوع على حده. لان وحده كتقول لك عندي مشكل حب شباب، ولا اخرى تيقول لك عندي مشكل حساسيه البشره. حنا كنعطيو مواضيع للجمع، مثال بسيط. حنا جايين قلنا اليوم غنعطيو وصفات ديال التجميل ياك. انا جاي وقفوني شي ناس يطلبوا يرغبوا، ما خلوا ما طلبوا بس الراس وكل شيء. علاش؟ مشكل ديال الكلاوي، مشكل الكلاوي مطروح بزاف في المغرب، مشكل كبير. الكلاوي راه هي الموتور، هو الاساسي. قبل اش كنا تنقولوا انه الموتور هو القلب، القلب غير بومبا، الموتور الحقيقي هو الكلاوي. الكلاوي تيطرحوا لنا مشاكل عديده كثيره بزاف وتيمحنوا عباد الله. اذا اش غنخسروا؟ نبداو بعدا كنعطيو بعض النصائح، على الاقل نعطيو بعض العشوب اللي صالحين للكلاوي. وكاين بعض الناس في لو سوي ديال انسوفيزونس رينال، علاش باغي يدخلوا في فشل كلاوي؟ باش نحاولوا نعطيهم حتى واحد الصفه باش يتراجعوا على الاقل شي حوايج اللي مهمين. هذاك الوغ مثال بسيط، ندخلوا دابا في المعقوله، راه مهم هادشي اللي غنقول دابا حيت الناس يعانيوا بزاف بزاف بزاف. الوغ اشنو هما العشوب ديال الكلاوي؟ ما احنا ما داخلينش في فشل كلاوي، راه مازال بعاد من هذاك. لا بغينا نحيدوا الاحتقان الكلاويين كاع الناس اللي عندهم ديابيت ياك، يعني المرحله النهائيه كتبقى هي فشل الكلاوي معلوم. ومشكله اختي مطروح. الوغ الناس اللي عندهم مثال بسيط لو ديابيت، عندهم داء السكري، داء السكري ولا كان اكومباني بالطونسيون ليبرتونسيون بارتفاع الضغط الدموي، راه مشكل كبير حيت الكلاوي تصفيو. وتصفيه لما كانش تصفيه ولا كان قصور كلوي ولا قربوا القصور الكلوي لما كانش تصفيه اشنا هو؟ راه الدم ديالنا تيعمر بالشوائب وراه ضرر كبير تيطرح. الوغ والله اختي تشوفيهم تيعانيو راه عقلك يخرج، تيبداو يتالسيرو، تيبداو اللحم ديالهم تيبدا يتنفخوا لي زودام دونك روتونسيون دو وداكشي كامل. ومن بعد تيبدا كاين الشحم، الواحد فقد يديه فقد رجليه فقد داكشي كامل، تيتقطعوا تيدخلوا في لا غونغرين حيت ولا الحرام السكر تيضرب العروقه. علاش قلنا شحال من خطره؟ كاع اللي عنده داء السكري راه في البلاصه خاصك تخمم ليه من الحوايج من العواقب ديالو. حنا الرجال راه تنقولها دائما، راه حنا مسكين نفس المغرفه. قيس لنا حنا الرجال اللي بغيتي تقيس، ما تقيش لنا غير الموتور، دي عينيه وما تقيش موتور ياك. راه حنا هكا دايرين، حنا كلنا العرب والمسلمين مضروبين على كرشنا وعلى الموتور، هادشي هي حياتنا. الور ولا حرام السكر تيضرب العروقه، والعروقه تيتكرفسوا عندنا، دهاد ذلك عينيك ذلك الكلاوي ذلك الموتور ذلك شحال من حاجه. اذا من الحوايج اللي خليونا نتفاداو هاد المشاكل اش غنخسروا؟ الناس ياخذوا على الاقل العشوب اللي صالحين للكلاوي. تيتسائلوا شحال من واحد ما قادرش ياخذ العشوب ولا خايد العشوب وما عارفش وما فاهمش. كاين اللي تياخذ عشوب ويضروا، راه حتى العشوب راه فيهم ضرر، لفتنا غير المقياس ديالهم يضروا. ما حساك خدينا او نستعملهم، يعني كناخذوا العشب الغلط. راه الماء كثرنا من الماء ضرر، راه قانون قديم راه مازال تيداولوا به حتى دابا. قانون كبير تيقول لك اللي عنده الكلاوي واللي عنده مشكل خاصك تشرب الماء بزاف. لا ما خاصكش تشرب الماء بزاف، العلم الحديث دابا تيقول لك لا ما تفوتش ايترونس ماكسيموم، كثرنا وزدنا وفتنا القياس جوج ايترو باش ما نجهدوش ليران الكلاوي. الور اشنو هما هاد العشوب؟ غنقولهم بالفرنسويه بعد الاعشاب ما تنعرفش سميتهم بالعربيه. الور غنعطي دابور اون فرونسي وننصح الناس اللي حوايج اللي بساط اللي يقدروا ياخذوهم. الور عندنا لابسانت، لابسانت هي الشيبه. الور الشيبه راه صالحه للكلاوي. عندنا لاكولشيك دوتون، لو ماروني داند، لا بيرفونش دو ماداغاسكار، لو سافراس. عندنا لالوي، لالوي فيرا،
le gingembre, la luzerne, la luzerne cultivée, le noni, فرويد النوني خطير واعر 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 واعر. وتنصح كاع جميع الناس كلهم اللي تسمعوني اي واحد فيه السرطان عليه بالفرويد النوني في البلاصه. هذا فاكهه مالهم اختي ماشي بس اول حاجه الاول مهمه ديال النونيا المغاربه راه واعرين والله اختي تقافزين انا تنعرف شي ناس داووا ميم البرص بالفرويد النوني وبلو جو دو نوني. الور عندنا البابريكا عندنا لو بريل دي شام لا روبارد le tussillage, la bourdaine, le cirier, le fragon, le fou et le faux ou, le ginseng, le maté, l'ortie, piquante ou la blanche, le pissenlit, la réglise, le séné, la verveine. Alors, bel arbia. L'huwaij li nsahom, sahlin, li adom klawi. Alors, adna shiba, adna l'ouraq diyal qstal, ou diyal ballo diyal nsara. Adna لا لويفيرا صبار سكينجبير سكينجبير شحال من واحد يقول لك ناري واعر الكلاوي ناري واعر الكبده هو اختصاص الكلاوي والكبده. عندنا الفروي ديال النوني راه معروف. عندنا مثال بسيط اللي غياخذوا عرق الحياه الابيض او الاحمر الحريقات بجوج الملسه ولا الحرشه خاصه الجذور هاد الحريقه راه واعرين. لو بيسونلي لو بيسونلي عشبه رائعه خاصنا نديرو عليها حلقه اختي راه نايضه غير في الزناقي وكل شيء ساتون سالاد لي راسين ديالها واعرين في الدواء لا هي كلها واعره اما خاصه الجذوره ديالها يعني نقدروا نوصفوها كثير موجوده شي شويه تشتا تصب في كل زنقه تلقاها موجوده راه خاص غير الناس يعرفوها لو بيسوني لا ريغليز عرق صوص عرق صوص لي في ليبرتونسيون ارتفاع الضغط الدموي راه يقتلو. اذا اللي ما عندوش ارتفاع الضغط الدموي ولا عنده ليبوتونسيون دونك هذوك ياخذوا عرق صوص ممتاز راه شبه معجزه راه كلها كورتيكويد. عندنا لو سيني لو سيني سنا حرام سنا مكه اللي حنا تنعرفوه فاش تنستعملوه علاش تنستعملوه باش نحيدوا لا كونسيباسيون القبط. الور عندنا لا فيرفين لويزا اللي غيدخل فشل كلاوي وبغى يحمي الكلاوي ديالو اللي عنده مشكل احسن دواء اطلاقا رقم واحد وسمعوني بزيان رقم واحد الكلاوي الفشل الكلاوي غيدخل في الفشل الكلاوي عليكم بلا غوم ارابيك. لا غوم ارابيك اختي سميه المسكه الحره الله يعطيك الصحه وصفه سهله تقريبا غير مركبه حبه حلاوه لانيس حبه حلاوه ولا غوم ارابيك والمسكة الحرة هما رقم واحد كدواء الممالين اللي عندهم مشكل ديال الكلاوي. دونك نعاود نقولها اللي عنده الكلاوي وبغى يتهنى وبغى دابا بغى يدخل في فشل كلاوي ويرجع بغى ما يدخلش في فشل كلاوي ويبداو تصلحوا الكلاوي ديالو وما يتكمشوش حيت عملية تصفية عليه بالمسكة الحرة وبلانيس وبحبة حلاوة هادو شي حوايج مهمين بالنسبه للناس المالي الكلاوي الور وبساط ومفيدين قلنا في هذه الحاله هذه نعاودو نقولوها بالزربه الور غنقولها اون فرونسي. عندنا لابسانت عندنا لا كولشيك دوتون لو ماروني داند لا بيرفونج ديال مدغشقر لو ساسافراس لالوي لو جينجومبر لا لوزيرن كولتيفي لو فروي دو نوني البابريكا البريل دي شون لا روبارب لو تيسياج لا بوردين le cirier, le fragon, le faux ou les ou le fragon, hein? Le ginseng, le maté, l'ortie piquante ou la blanche, le pissenlit, la réglise, le séné et la verveine. هادو هما العشوب ديال الكلاوي احسن عشوب احسن من هادشي كله رقم واحد باش المغاربه ما يبقاوش يصدعوا راسهم الحوايج اللي تعرفوهم واللي ساهلين اش غتخسروا المسكه الحره كنا تنعرفوها بزيانه وممتازه وبنينه ولذيذه وفاش ما درناها راه فعاله حبه حلاوه بنينه لذيذه فعاله ملي تنقولوا حبه حلاوه راه المقرون ديالها في البلاصه هو النافع راه سميتو نافع دونك انا تنفضل حبه حلاوه ما يقدروا يديروا النافع ديما كيكونوا مرتبطين النافع وحبه حلاوه وكاينه حبه حلاوه من الجمال اللي هي اللي هي لا باديان دونك باديانه الور باديانه يديروا غير شويه من باديانه راه باديانه راه جميع الحساسيه راه كنا قلنا دي واحد 7 شهور ولا 8 شهور
مشيت للسوق ما لقيت الجبال ديال الباديانة سيمانة ما لقيت حتى وحدة. بغيت نسطى مني جيت نسول من المستحيل يكون تبع هذا الشيء. لقيت لي شينوا اللي باعوا منا جاو وشراوها بالثمن مرتفع البري فور وخذوها كلها وردوها لعندهم. نهار كانت ديك انفلونزا الطيور دايره فضيحه وداك الشيء كامل ردوها وصوبوا منها دواء ضد انفلونزا الطيور وهي معروفه ضد الغازات المعويه ضد الحساسيه اون جينيرال. رقم واحد ترجع نقولها هي المسكه الحره وحبه حلاوه. هذا موضوع مطروح لنا مشكل كبير. دونك شي بس ما كاين نعطيو اوسي ضد الغازات المعويه وبالزربه نعطيو هذه الوصفه. يلا جبدنا المسكه الحره المسكه البلديه. الور المسكه البلديه راه اختصاص الغازات المعويه سواء على شكل مسحوق او مع العسل راه تسخن المعده وتجري على الرياح على هذاك. الكمون إلا سخناه وشربناه راه نافع بزاف من الغازات المعدية والمعوية. الرازي أش قال لنا الرازي؟ قالنا باللي التومة تتحلل الرياح وهي أحسن حاجة اللي تتجري الرياح الغازات المعدية والمعوية. عدنا أنا عش بزيان بخوك. عدنا الكروية معروفة عندنا اللي تنسميه دار فولفول تنسميه أسي هو زنطيط الفار اللي هو راه طويل دونك البزار طويل اللي بغينا نقول بزار طويل ولا دار فولفول هذاك اختصاص هادشي راه الرازي هاد لا فورمول ديال الرازي. وعندنا الوصفه ديالنا ورقم واحد ضد الغازات المعويه راه يقع كلها لا كاردامون الهيل هي كتبقى المقام الاول ممتازه ماشي هي غير ممتازه بنينه الديدة الرحمة الرجال والعيالات في الضعف الجنسي في الضعف الجنسي راه رقم واحد. راه قبل ما يلقاو الفياغرا كان اليورولوج ولا السيكسولوج تيصيفط لو باسيون ديالو على الفارماسيان يصاوب ليه اون سوليسيون اباز دو كاردامون. اذا الناس يفهموا قعقله ممتازه خدموها في الدواء في الماكله ديالكم. الشرق الاوسط كله تيشربها في القهوه. خوك تنديرها انا تانا في القهوه تتعت انا عزيز عليا القهوه نشرب 10 15 كاس في النهار ندخلوها في الاطباق ديالنا يعني في الطبخ ديالنا كتابي المتوابل بنينا لا طحناها ودرنا رنا غير فوق الاسكالوب ولا فوق الدجاج ولا فوق الحم كتبنا اللحم شوينا ولا قلينا والله ما تشبعي منه. غادي نتوقفوا على النقطه هذه جمال وحنا راجعين باش نكملوا الوصفه ديال الغازات المعويه. ودائما نستقبل مكالماتكم على ارقامنا دائما 0522 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00 لكم اللي حاب يشارك معنا في فقره عندي دواك اولى حلقتنا هذا الاسبوع. فاصل اشاري ثم نعود خليكم معنا ونعود لمواصلة فقرة عندي دواك. وكيف ما توقفنا استاذ جمال توقفنا في وصفة ديال الغازات المعوية الور اش قلنا؟ قلنا قاقلة مفيدة بزاف يعني توقفنا في هاد الور نبداو ضد الحوايج اللي ضد الغازات المعوية فورميل ممتازة فعالة حبة حلاوة لانيس مرد الدوش لا مارجولين القرنفل جيروفل النعناع لامونت سالمية لاسوج قعقلة لا كاردامون خزامة لا لافونت النافع جراند فنوي الكروية لو كارفي الكروية العمياء الخدنجال القالونغا الحامض والرنج كلهم تجريو الفجل اللي رادي الكرافس السيليري القزبر الكوريوندر خيزو الكاروت هاد الأعشاب كلهم صالحين الغازات المعوية والعسر الهضم. دونك انا غنعاودهم بالزربه ندير لك امتحان انا نقول الكلمه بالعربيه وتجي تقوليها بالفرنسويه اللي بغيتي خلي المستمعين هما اللي حفظوا معنا. حبه حلاوه مرد الدوش القرنفل النعناع السالميه قعقله خزامه النافع الكرويه العمياء الخدنجال الحامض والرنج الفجل الكرافس القزبر خيزو هادو كلهم ضد الغازات المعويه. راه عشبه وحده فيها الكفايه بالاحرى لا خلطنا ثلاثه اربعه راه فعالين اختي مجربين بيان سور ضد الحموضه. ياك دابا سي لا بيريود ديال البلوط. البلوط اختصاص مثال بسيط يعني شخص كيعاني من الحموضه يكفي فقط ياخذ غير البلوط. شوفي خوك غير تيشوف البلوط تنقفز تلاكلو في لا بيريود كله ديالو تنشري نجيب للدار تنقول لهم كولوا البلوط خليوا لي القشور حيت القشور تنخدمهم في اللون ديال الشعر احسن لون للشعر لو شاتان لو فري شاتان لا ميور كولور القشور ديال البلوط القشور ديال البلوط. الور زريعه الكتان
ضد الحموضة معروفة، لا بيتيت سونتوري قصة تحية، هاتوا كلهم مثال بسيط، واحد المعلقه صغيره ديال المسحوق ديال قصه التحيه مره شويه مي فعاله سخانه راه تعتقد لا بيان سور صالحه للشعر، توقف تاعها الشعر تنوض الشعر حواجب حتى هي معروفه. دونك اش غنخسروا من الحوايج اللي بساط وسيرتو دابا كاين، وهادشي ماشي بالضروره نديروه كله شر ماشي، وانا مدة بحال دابا كاين البلوط يتخاد البلوط طرف يتقشر يتهرس يدار في الفران يكرم، احنا درناه وخزناه في الوقت ديال الحموضه ولا عندنا مشاكل المعده ناكلوا البلوط راه ممتاز اختي. يعني كاين الاعتقاد الشائع تيقول لك الا خدينا البلوط بكثره ديال الغازات يمكن، لا هو ضد الغازات باش نكونوا فاهمين. دونك مثال بسيط، عندنا الحرقه دابا هضرنا على الحموضه ياك، الفول فعال، اش غنخسروا نديروا الثلوث فول مطحون، الثلوث ديال 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 البلوط مطحون، والثلوث زرعه كتان، اذا الفول البلوط وزرعه الكتان ماشي مطحون اختي، مجرب ممتاز فعال. دونك حوايج بساط ما غنخسروا عليهم والو. دابا حنا غادي نمشيو فاصل اشهاري ثاني في حلقتنا ديال اليوم فقره عندي دواكم، بعد راجعين المزيد من المعرفه ودير بتداول الاعشاب، ودائما على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00 الا بغيتوا تطرحوا اي سؤال تهم الجمال الطبيعي، دائما حنا على اتم الاستعداد. فاصل اشهاري ثم لنعاوده، خليكم معنا. إذا رجعنا معكم ودائما كنحيو كل الأصدقاء ديالنا والأحبة ديالنا اللي كيلتحقوا بنا اللحظة وأي لحظة لمتابعة فقرة عندي دواك يوميا من الإثنين لغايات يوم الخميس من 11 حتى المنتصف النهار، وكنشكر كثير لكل من كيبعت لنا برسائل جميلة جدا من كلمات شكر ومحبة الفقرة وكذلك النصائح جمال سقلي من خلال دائما طرق التواصل الاجتماعي سواء كان عن طريق الفيسبوك أو كذلك تويتر أو موقع رئيسي لإذاعتكم أم أف أم أو كذلك موقع لالا فاطمة، فدائما يرحب بكل أسئلة ديالكم. نمشيو ستاندار لان دائما كتحب التواصل مباشر، سؤال تو تويت اكيد، حنا دائما على ارقامنا 0522 31 33 33 او الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00. مشيو ناخذوا اول اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير اختي. صباح النور يا ليلى، مرحبا بك. لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك الحمد لله. مبروك العواشر، كي داير الدكتور؟ لاباس عليه الحمد لله. الله يحفظه لينا ويخليه لنا ويعطيك الصحه والسر اختي. الله يبارك فيك ويخلي لك مع الزلك ويخليك. ربما انا يا الله يحفظ الله شاعر في الراديو ما كنتش عارفه علاش كتهضروش من الموضوع، ولكن عندي واحد الموضوع شويه مستعجل. على الراس والعين، غازي اختي. الله يخليك، الوالد مرض لينا شويه، ديناه للطبيب. اييه. دار ليه ليكوغرافي، قال لنا عنده كيس الكبده. ياك؟ اييه. خرج لنا سكانير، ديناه درنا ليه سكانير، عنده تيمور في ايباتيك، عنده في البنكريا، وهذاك الكيس اللي قال لنا في الكبده. دابا انا دكتور سمعتك شحال هذا، كنتي قلتي على الدغموس. على الكيس وقلتي اغريس. انا خديت هذيك العشبه صوبتها قديتها ولكن لا ميطود ديالها ما بقيتش عاقل عليها. اذا سمعي اختي، اول حاجه البنكريا اخبت كونسير يقدر يتوجد هو ديال البنكريا والحرم قتال واعر اختي، عندنا مشكل ولكني غنعطي لك حل. الكبده سمعي هذاك الوصفه اللي غديري انت ما صالحاش، ها اللي خاصك ديري. اول حاجه الكبده خاصنا بوعقاد، بوعقاد نوع ديال الهندبه هذاك. الو كتبي بوعقاد، الورق ديال الخرشف. بوعقاد هاد الوصفه حتى تعطيها دكتور ياك؟ معلومه عطيها انا حيت كنسجل وكنكتب، عندي بوعقاد عندي ورقه خرشف. زيدي والمليليس عندك؟ لا انا كاتباهم، انا عندي في واحد. اذا هاد الوصفه انا مع خارجه من الدار ماشي انا مع الطبيب ديالي. سمعي اختي هاد الوصفه غتعطيها اول حاجه، هاد الوصفه واغريس لي بين فينات حتى هي غتعطيها راه بوحدها ولا نخلطها معاهم؟ لا هذيك بوحدها، هذيك الوصفه بوحدها. الوصفه الثانيه غتاخذي اغريس وغتاخذي حبوب اللقاح. اغريس حبوب اللقاح والغذاء الملكي. الغذاء الملكي العسل ياك؟ هو العسل؟ لا العسل بوحده راه العسل. الغذاء الملكي هذا لا جولي رويال وناشفه، وغتاخذي البروبوليس. الوغ الغذاء الملكي وحبوب اللقاح والبروبوليس 50% نفس المقدار ديال نفس المقدار 50% الباقيه ديال اغريس. دونك هذه اعطيها للوالد فوق الصباح العشيه قبل بلاتي الله يرحم والديك. الوصفه الثانيه، الوصفه الثالثه غتاخذي فيه الوالد واش فيه طونسيون ولا لا؟
عنده طونسيون عنده تريتمون ديالو كياخذوا من 3 مون 3 صافي صافي غير باش نعرف دابا المشكله دكتور الله يخليك انا الوالد مني نهار الاربعاء خرج لي السكانر ديالو قطعوا لي خوتي دغيا مشى ليطالي راه اوسبيتاليزي ممتاز غيديروا ليه الشيميو ممتاز ولكن ولكن انا هذاك الشيء غنصيفطو ليه غدا الثلاث غنصيفط ليه هذا الشيء انا صوبت ليه داك التغريس نقيتها طحنتها صوبتها شي كيقول لك خذيها مع العسل ولكن فوقاش واش قبل ولا مورا واش خوفوا ولا كتخفوا ولا غير مره حيت ما نظنش انا غيبغيها لنا ثلاثه مرات ولا اربعه في النهار سمعي اختي ولا سيما حنا ما قايلينش ليه راه عندك راني راه عندك هذاك التيمار في البنكرياس قلنا ليه حنا عندك غير الكيس الكبده سمعي اختي اول حاجه واحد القانون فين ما تتكون الكرش خاويه تتمتص الدواء في البلاصه هذاك داكشي علاش نفضلوا نعطيه ملي تتكون الكرش شويه خاويه ما واكلش السيد قبل هذا بلاتي تيطرح لنا مشكل حيت الناس هاد الناس تيكون عندهم نقص ديال الشهيه وغيكون دخل لينا بدا يضعف ودخل لينا حتى في الفقر الدم اذا شي حوايج خاصو ياخذ طيح 5 كيلو غير سمعي ومازال يطيح حيت ياكل لا ما ميسكولات ياكل لي ميسكول كلشي اول حاجه الوصفه ديال الرشيم اللي هضرنا عليها راه مقيداها رشيم القمح اي هذيك الثمانية هنايا هو باش غندير لي رشيم القمح انا غير تنعطي لاختي المعلومه انا اللي بغيت دكتور الله يرحم ميدك ويخلي لك العزيز عليك ياك دكتور اي اختي انا هذه الوصفه اللي انا طلبتها دابا عاودها لي غدا في الصباح عرفتي علاش حتى انا خارجه من الدار ماشي مشكل باش نرجع للدار غدا ونعاود نقيم واخا على الراس والعين اختي ما تعاودش واخا يا لاله حنا كنشكروك على الاتصال ونتمنوا الشفاء يا رب وتسمع اخبار طيبه على الاب ديالك لا اله الا الله حنا دائما راه الاشاره وناخذوا قدر كبير مشكل مطروح اختي اول حاجه اول حاجه تنصح الناس بعدا كاين المناعه راه عطينا شحال من خطره المناعه يحيوا المناعه باش ينفعوا السيد او السيده المصاب او المصابه ثانيا راه قلنا في البلاصه قلنا شنو هو المناعه عندنا عدى شحال من الملح قلنا التركيبه الرباعيه وقلنا ديال الرشيم وديال الوصفه ديال الرشيم وكل شيء فقلنا اوسي فقر الدم فقر الدم حيت وصفه مهمه وتتلعب دور مهم قلنا لا سبيرولين والحريقات بجوج القطنيات كاملين هاد الناس ما تيقدروش ناقصين بزاف في الشهيه وكل شيء شي باس ما كاين اعطيوهم شحال ما قدرتوا ديال المقويات المقويات المخيرين هما لي فروي يلا جبدنا هادي واحد شويه لو فروي دو نوني راه رائع راه خرج العقل اذا الناس اللي تيسمعوني من هنا واحد المعلومه مهمه لواحد الدرجه خياليه كاع اللي عندهم السرطان كيف ما بغى يكون نوع السرطان فين ما بغى يجي هذا السرطان جميع انواع السرطان فين ما بغى يكون دونك رحله دابا تنهضروا على عامه هاد الشيء اللي غنعطي دابا راه لا دخلتوا غير الانترنت تخلعوا راك غير ما تتبحتوش 10000 خطره جهد من الشيميو اذا سامعوا هاد الهضره اللي تنقول لكم الناس اللي عندهم مشكل اللي عندهم سرطان راه 10000 خطره هاد الوصفه اللي غنقول انا 10000 خطره جهد من الشيميو عندنا لو فروي دو غرافيولا عندنا لو باو باو عندنا لو كروسول وكتبوا اخوتي اش خاسرين كتبوا غرافيولا وركوا في الانترنت وغتخلعوا راه ما لقاوش لي لابوراتوار كيفاش هاد لي فروي يديروهم في لي كابسول ولا دي كومبريمي ويبيعوهم داكشي علاش مجهولين وما معروفينش راه هادو لا قدروا متواجدين هادو جمال كاينين شوفي دابا كيدخلوا المغرب المغاربه واعرين راه جبدنا دابا الفروي دو نوني اللي هو النوع ديال 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 الكرافيولا والمغاربه متعوديش على داك راه 10000 خطره راه هاد الهضره اللي تنقول اختي سميه راه واعره الناس تيعانيو وتيتوفاو وتيتكرفصوا اش نقول لهم دابا والله شي واحد ما تيعطيهم هذه المعلومه علاش الناس تيبغيو بروفيتيو في هادشي كامل يدخلوا فلوس انا ما تيهمنيش شفاء الناس راه لا خدينا لو غرافيولا راه ما صالحش غير للتيمور راه صالح لكل شيء راه المعجزه لو فروي دو غرافيولا ولا الكوروسول ولا الباو باو راه ما عمر هذه المعلومه دازت في الراديو 10000 خطره جهد من الشيميو
ما كاينش مفعول جانبي، لا معدة ولا ركابي ولا التهاب ولا 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 رضه ولا حتى حاجه. تيمشي ديريكتومون المواد اللي كاين في هاد الفروي، تيمشي ديريكتومون الخليه السرطانيه وتيشتتها تيفتك بها، وما تاثرش ما تيقيش الخليه السليمه. دونك عندنا لي سيلول سان ولي سيلول تيمورال، تيمشي ديريكتومون للسيلول تيمورال ويلا بولفيريز تيقتلها وين نتوش با لا سيلول سان. هذا هو المشكل اللي مطروح عندنا حنا في الشيميو. الشيميو تتقتل تتفتك بالخلايا السليمه والسرطانيه. اذا انا عطيت دابا وصفه راه غير مضاعفات كثير يعني. شوفي واختي سميه لا ياخذوا التركيبه رباعيه وراه زدت العشوب الوعري هذا وزادوا هاد لي فروي راه خرج العقل، راه بالامكان ديالنا حنا، راه ربي ما تيخلقش داء بدون دواء، راه بامكاننا سمعي بلاتي راه مهم هادشي اللي تنقولوا دابا، راه بالامكان ديالنا نشافيو جميع انواع السرطانات، خاصنا غير نعرفوا اش نديرو. انا عطيت حل مثال بسيط، راهما لي زانفيسيسور الناس اللي باغيين الفلوس لي كوميرسون التجار، ودخلوا الفروي ديال 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 الكرافيولا، دخلوا الكروسول لو باو باو، شبعتوا فلوس ودرتوا رحمه في عباد الله. وعتقوا الناس وها طريقه باش يدخلوا الفلوس سهله، وعندهم ملاتي وتابعهم الرحمه ديال عباد الله وديال ربي. راه تنش نقول 10,000 خطره جهد من الشيميو، راه حتى المخ ما تيبغيش يستقبلها، طبيعي ما كاينش ضرر. ياخذوا ان فروي ماتا ابري ميدي سوار، الصباح والعشيه والليل، وحنا تنشافوا غير بماكله جديده بنينه. اذا كان بودنا ديال كلمه هذا جواب السيده اللي هضرات على التيومور، راه تيفتك حتى بتيومور ديال البنكريا اللي قتال اللي فتاك ياك، لا التيومور سيريبرال لا تيومور ديال البنكريا لا بيلمونير لا غاستريك لا الكولون لا ديال لو سان لا ديال كلشي ميم لا لوسيمي كلشي. ايوا حل. طيب غادي نمشيو فاصل اشاري وبعد راجعين. دائما استقبل مكالماتكم على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00 لمواصله فقره عندي دوك. طيب مستمعتي مستمعينا، رجعنا لمواصلة فقرة عندي دواك ولقانا لازال مستمر معكم إن شاء الله لحدود منتصف النهار مع فقرات ماسكات وأقنعة تدرج لأول مرة. جمال العشاق كذلك الجمال الطبيعي ما نساهم شيء، عندهم حصة أيضا في بعض الماسكات والأقنعة اللي كان هناك ممكن. معلوم على الراس والعين أختي، ولكن تتعرفي خوك أنا تنبغي الدو وتنبغي نرحم عباد الله، واخا مزموتين واخا داكشي. هذه الكلمه اللي كنت غادي نقول قبل الفصل الاشاري، قلت ماذا بينا كنا نعاونوا هاد الناس كاملين اللي محتاجين المساعده، ولكن ما بيد اليد حيله كيف ما قلتي، احنا ما عندناش حيله اخرى، احنا مرتبطين بشروط وعندنا قواعد مضبوطه خصنا نلتزموا بها. على كل حال فهذا ماشي تقصير منا وانما احترام التزامات احنا مفروض علينا، فاسمحوا لينا. ورغم ذلك راه جمال راه تيعاونكم مره مره تيعطيكم بعض المعلومات. جا سؤال ياك ماشي مني، جا سؤال خاصنا نجاوبوا الناس. طيب راه تنقولوها راه حنا مكتفين لينا يدينا، دونك هذاك الشيء علاش تندخلوا تنهضروا على التجميل اكثر من المستمعين يتفهموا هذه القضيه هذه، وحنا كيف ما قلنا غادي نحاولوا نجاوبوهم. شوفي عرفتي اش عطينا اليوم؟ والله اختي عطينا الرحمه لعباد الله، بديناهم بالفشل الكلوي ومشاكل ديال الكلوي وكل شيء، ودا السؤال والله اختي لانفورماسيون اللي عطيت دابا الناس راه خرج العقل، راه خاص غير الواحد يخمم. راه ملي تنقول لهم 10,000 خطره جهد من الشيميو وبالامكان نشافيو جميع انواع ديال السرطانات، خاصنا راه كون تنتعاونوا والله اختي راه المغاربه قافزين. راه اش قلت قبيله؟ قلت له فروي دونوني العشابه ديالنا قافزين، خدموه جابوه من الهواي، راه كاين موجود بارتو ياك، جابوه وخدموه حتى البرص، وانا شفت بعينيا هذاك سرح لا ميلانين وحيد البرص وكل شيء غير بالفروي دونوني. علاش؟ باسكو سي ستيميلون دي سيستيم ايمونيتير، ودابا راه هضرنا عليه او نيفو ديال لي تيومور، راه تيفتك بها. دونك الناس راه ما حس راه غير ما اش نقول كتفين وصافي. ندخلوا المزيد من المعرفه والدراية يمكن لا تاتي بسرعه وبعجاله. الاسماء ديال لي فخوي اللي ذكرتي دابا الور الكرافيولا رقم واحد، الكرافيولا مع الكتابه ديالها لان جاني ميساج الناس باغي تعرف يعني الكرافيولا جي ار ا غرا في اي او ال ا كرافيولا. الباو باو ولا الكوروسول هو الاولاني حيت مهم، سي او ار او دوز اس كوروسول او ال، دونك سي او ار او دوز اس او ال كوروسول. لو باو باو
PAW سهلة. ألوغ غير يضربوا في هاد الأسماء في الإنترنت ويقراو وغيفهموا راسهم. عندك شي فكرة الموت الأصلي ديال هاد الأنواع الفواكه؟ ألوغ مثال بسيط، عندنا البرازيل، عندنا البيرو، عندنا الفنزويلا، عندنا المكسيك، عندنا لاوس، عندنا الفيتنام، كاين حتى في إفريقيا راه موجود. من بعد كاين واحد لا سوكسي دون ديال النوع ديالو بحال هذاك، بحال راه تيتباع هنا هذا، كاين خطره راه تيبان، راه فروي باش يعرفوه الناس شويه خضر، وبحال اللي عندهم القشره راه تيتباع في السوق، كاين غيلقاوه بزاف في اسيمات، غيلقاوه يعني في مكان مي سورتو 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 يدخلوا لنا الناس اللي باغيين يدخلوا المحلات التجاريه الكبرى والمدن الكبيره، كاين اي راه كاينين التجار ياك وباغيين يدخلوا الفلوس، غير يدخلوا المغاربه طاروا به حيت محتاجينه. طيب غادي نمشيو لمكالمات المستمعين، ناخذ اتصال. الو صباح الخير. ما نساوش بين عارضتين، راه لا بريفونسيون هي كل في الكل. صحيح. دونك الحمايه، دونك اللي بغى الحميه والوقايه من الالف علاش. مثال خوك تيكمي ياك تنكمي بزاف، انا بنفسي جي بزوان دهاد لي فروي محتاج بهم باش نحمي نفسي. دونك غير ديجا في لا بريفونسيون راه هي الكل في الكل. راه المغرب ياك المغرب الميزانيه ديال المغرب راه تنضيعوا الملايير الملايير. هالسيده يلاه هزات باها وداتو لايطالي باش يتشافها ياك، علاش ما نقدروش نشافيه هنا؟ ما عندناش حنا لي زونكولوج، عندنا ممتازين فعالين هذاك. اذا شوفي حنا كون تنتعاونوا حنا ندخلوا داكشي اللي ندخلوا اختي ديال التوريزم. وتصوري اون فورمول سبيكتاكولار اللي تشافي لنا السرطان، نقدروا نديروا مدينه ندخلوا فيها غير الاجانب لي توريست كلشي اللي بغاو يتشافوا، ها لوطيلات مخلصين، ها الناس خدامين، ها كلشي خدام، الماكله الشراب مالين الدواء كلشي خدام. بينا في المجال ديال التجميل راه بدينا ولينا كنشوفوا السياحه ديال جراحه التجميل الحمد لله. حنا غادي نخطب خطوه جمال ياك، حنا غادي نخطب خطوه نخدموا مكالمه. واخا. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي، مرحبا بك استاذ سمير غيدار بخير. الله يطول عمرك اسيدي، شكرا النصائح ديال الاستاذ دكتور جمال، ربي يخليك اسيدي، مرحبا بك. تفضل. عندي واحد المشكل ديال البهاك في الدار. بهاك في الدار. عطينا الوصفه خويا شحال من خطره. شي باس ما كاين، سير خود الكبريت. كبريت. الكبريت واحد الاعشاب بساط، مثال بسيط، الزعتر، اليازير، خزامه. الور خود هادو شدهم تبخهم مزيان، زيد الشيحه تبخو مزيان على شكل مركز. مثال بسيط، درنا يطرا ونص تبقات لك نص كاس، صفي هذاك نص كاس، زيد خويف في كاسرونه فاش ما بغيتي، زيد الكبريت، زيد الماء تبخ مزيان، زيد حتى واحد الكاس ديال الزيت البلديه تبخ مزيان نص تبخه، زيد واحد المعلقه كبيره ونص ديال الويل دو كاد، ويل دو كاد سوميه، القطران. الور القطران، زيد القطران، تبخ داكشي تبخ داكشي مزيان، صفي دهن داتك نعس بها، الغد حيد دوك الحوايج اللي كنتي لابس، هذاك اغسل بالليل، درن في الشكل ثلاثه اربعه الخطرات ما بقات حتى حاجه، راه الكبريت بوحدو فيه الكفايه. فيه الكفايه. طيب هذه كانت وصفه ديال البهاك ديال الظهر، شكرا جزيلا على الاتصال. ناخذ اتصال ثاني. الو صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا سيدي، تفضل. السلام عليكم الدكتور. وعليكم السلام خويا. دكتور عندي واحد جوج المشاكل مدمريني في حياتي كاع. اشنا هما خويا؟ عندي واحد المشكل جلد. اشنا هو؟ الو وي تنسمعك. عندي واحد المشكل جلد شي عامين تقريبا هو معايا هذا المشكل هذا. اشنا هو خويا المشكل؟ عندي واحد كنكون لابس شويه ما كنتمش. الو وي خويا يعني تقطعت المكالمه ما قالش لينا، كون غير قال لينا بالزربه هذاك. يبداو الناس بلاصه ما يسلموا داكشي يقولوا ديريكت المشكل باش نربحوا الوقت وتا المسلمين من جهه، وحتى لا تقطع عليه سنقدروا نجاوبوا. صحيح. ناخذ مكالمه جديده. الو صباح الخير. دائما على رقمنا، رقم التواصل هي 05 22 31 33 33، او رقم ثاني اللي هو 05 22 30 30 00. الو صباح الخير. والمشاركه دائما معنا. تعطلوا نعطيو واحد الوصفه ديال الجميل. يل. بسم الله. حيت الضغط كبير على الهاتف، وهذا هو المشكل اللي تيخلي دائما الصداع. يمكن كاين مكالمات في ان واحد كتتواصل. الناس تيتشكاو، كاين غير التليفون واحد كل بزاف. جوج ديال جوج تليفونات. واختي راه بزاف تيضربوا التليفون وما تيشدوش هذاك. الور نبداو، عندنا واحد القناع ديال الوجه للشباب ديال الوجه. دونك والوقيته المخيره ديال الجميل هي دابا. خلينا ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحر. واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، واحد البيضه كامله، جوج معالق كبار ديال الحليب، جوج معالق كبار
ديال عصير خزو، واحد جوج مع الكبار ديال عصير البنان، واحد جوج مع الكبار ديال عصير الافوكا، واحد جوج مع الكبار ديال عصير الحامض ولا الليمون ولا الرنش، يتخيروا الحامض الليمون او الرنش، جوج مع الكبار ديال مسحوق الحليب، جوج مع الكبار ديال مسحوق الحمص، نخلطوا الكل على شكل كريمة مياسر، غنوضعوه على الوجه ونخليوه حتى ينشف. راه عارفين القانون باش راه سنسيبل حساسة، منوع الحامض هو الاولاني، تا الرنج ما يديروش، يديروا غير ليمون، غير ليمون او نخفوه، وراه مخفف ديجا بشحال من العصير وبشحال من حاجه. دونك ساعه الا ربع بالنسبه تينشف، هذا باش تحسبوا ساعه الا ربع البشره جافه، ساعه هذاك البشره عاديه، ساعه ونص ثلج سوايع البشره ميدمه، نعاودوا هذا الور. واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحر، واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، واحد البيضه كامله، جوج معالق كبار ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال عصير خيزو، جوج معالق كبار ديال عصير ديال البنان، جوج معالق كبار ديال عصير لافوكا، جوج معالق كبار ديال عصير الحامض ولا الليمون ولا الرنج، جوج معالق كبار ديال مسحوق الحليب، جوج معالق كبار ديال مسحوق الحمص، نخلطوا الكل على شكل كريمه. بيان سور غسلنا وجهنا جوج خطرات بالماء والصابون هو الاولاني، مسحناه، درنا هذا الماسك او هذا القناع، خليناه تنشف عاد باش بدينا نحسبوا. حسبنا الحساب اللي خاصنا، ومن بعد غسلنا وجهنا خرج بيد فن زوين، راه ماسك مجرب زوينه، راه فعال ورطب على البشره وكل شيء، ينقي وبيض البشره و... فيه كل شيء، فيه التغذيه، شوف فيه لي كاتر فونكسيون بور فيزاج، اونتي ريد، اونتي اكنيك، اسرانجون وانتي تاش، هادشي اللي كاين في الوجه ما كاينش كثر منه، ضد التجاعيد وضد الحبوب وضد المسام اللي محلولين التقابل اللي كاين في الوجه وضد الكلف، وهادشي اللي كاين في الوجه ما كاينش كثر. راه قلنا بيان سور قانون اللي نديرو لوجهنا نقدروا نديرو لذاتنا، وفعال وممتاز، واحسن وقيته ديال التجميل هي دابا. نساليو القناع ديالنا، حيدناه، الزيت البلديه رائعه، الزيت البلديه وارقان رائعين، نعمرو وجهنا مزيان، نعسو به حتى الغد، نخليو نقربو نعسو، نمسحو اللي زايد ليكسيدون ونعسو، والغد نغسلو وجهنا ونطلعو عليه. والله اختي تا الفن، الفن ساهل، بين الليل والصباح النتيجه تتبان، الناس منين يفهموا يعيقوا. واش غتخسروا 15 يوم 20 يوم شهر متابع؟ وراه الفن، راه من بعد 10 ايام اللي شافكم يقول لكم درتوا ليفتينغ، الوجه نقي، ما بقى لا حبوب ولا مسام ولا كلف ولا تجاعيد ولا والو. اش خاسرينها؟ طريقه سهله وبسيطه ومجربه ونتيجتها مضمونه. مشاو ناخذوا مكالمه. الو، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. سمية بخير. الله يبارك فيك. جمال. الحمد لله. الحمد لله خويا. بخير الله يبارك فيك. تفضل سيدي مباشرة السؤال ديالك. سي جمال، عندي الشعر تيتساقط، أنا تنشوف هذيك الوصفة ديالك. أييه. دابا تندير عرش من القمح، تناكلو عادي نورمال. مزيان اللي تتاكلي خويا. تنديرو شي 48 ساعة. مزيان. دونك لبات تطلع مزيان. وي، ودابا وعندي دابا شويه ضعيف. اييه. تندير سميتو تيقولوا الريحان وداك الشيء تيحيد داك التوكل وداك الشيء، ولكن ما تنقدرش عليه انا الريحان. اخويا ما تاخذ سميتو كاين شي حاجه تتحيد. غير سمع. دابا تناكل، انا تناكل مزيان كل شيء وداك الشيء، ولكن ما تتعلم حتى حاجه. الور نهضروا مثال بسيط. قلنا دابا الناس يمشيو غالطين، ياك تيقول لك التوكل، اشنو هو غيكون هذا التوكل كاع؟ التوكال هي كنا شي حاجه مسمومه، شي حاجه مسمومه اللي غضرنا ياك وغتكرفس علينا، الا كناها وداز الوقت ياك وتسممنا، اذا الاثار ديالو ودارت كل شيء دار، ماشي من بعد عام وعامين ثلاث سنين تجي تقول لك غتحيد التوكال، اللي عطى الله وعطى الله، هذه الاولانيه. ثانيا هاد التوكال كنا شي حاجه ياك، نخدموا غير عقلنا، خصنا نخويو اللي عندنا في المعده واللي عندنا في المصارن، اذا ديكلونشيو اون دياري يسهل، ديكلونشيو راسنا. هي من المستحسن كل ثلاث شهور، فين ما شونجمون دو سيزمون، فين ما تبدل هذاك الموسم، تنظيف نظفوا اش خاسرين من الحوايج البساط. الور نديكلونشيو لا دياري، هاد لا دياري باش غنديكلونشيوها؟ احسن دي حاجه باش نديروا الاسهال ديالنا هما لي فروي، رطاب المعده ديالنا، ناكلوا لي فروي بكثره، غتعطينا واحد الاسهال، فيهم الالياف، فيهم كل شيء، ويسهلوا عندنا باش ينقيو لنا. شي باس ما كاين نزيدوا، لا خذوا الثلثين سنه حرام، لو سيني
او سنا مكه وتولوا تورد بلدي نشدهم على شكل مسحوق ناخذوا واحد المعلقه صغيره ونكونوا قراب للفيسي راسي شوه ها راه ماشي يخليش لك الوقت احنا ديكلونشينا اون هذاك احنا نقينا فرغنا اللي عندنا في المعده وفي المصران خوينا كل شيء هات خوات المعده وتخوان المصران المعده راه شكوى والمصران تيوات ياك باش غننظفوهم ونقيوهم لا خدينا مثال بسيط قلنا زريعه الكتان لولا اللي فيه بزاف الفوائد يلا هضرنا قبيله للغازات المعويه وكل شيء وجبدنا قعقله وقعقله راه انتيبيوتيك راه مضاد حيوي يفتك بالجراثيم اذا شي بس ما كاين الله يرحم والديكم خذوا قعقله خذوا لي جينيفري العرعر خذوا الفرين روج اللي هو الدردار الاحمر اللي هو السنطير اللي تنديروا حنا في راس الحانوت ماشي داك اللي بحال الشعريه ولا بحال هذاك بحال الروز بحال الروز وداك الشيء اللي من لا علاقه داك ما عنده علاقه هذيك ساتيون بات دابا حنا تنهضروا على الشجره اللي موجوده الور راه قلنا الفرين روج سي ان انتيبيوتيك ناتوريل غاستريك راه مضاد حيوي فتاك بالجراثيم اختصاص للمعده الور مثال بسيط الهيليكوباكتير بيلوري لا ميبياز شحال من مالادي دو كرون هادشي كله راه صالح ليه هادشي اللي تنهضروا عليه حنا دابا الو وبيان سور لولسير اي كومبري الو ناخذوا الحريقه الحرشه والملسه بالجذور ديالها بالاغصان بالوراقي ديالها راه فعالين النافع حبه حلاوه باديانه الازير الزعتر الزعترة الكروية كلهم ممتازين وصفة سهلة العرعار وخزامة رحمة ودقة بطلة هادشي كلهم تنضفوا لنا وينقيوا لنا وحيدوا لنا العجب من المعدة ومن المصارن اش خاسرين وصفة سهلة وموجودة عندنا ورخيصة نعاود زريعة الكتان قعقلة اللي ما فيهش طونسيون اللي ما عدوش طونسيون ها راه مهم هادشي اللي عنده الطونسيون ما يستعملش عرق السوس مي اللي ما عندوش طونسيون بالامكان ديالو يستعمل عرق السوس هذا في كفه الكفه الاخرى عندنا اللبن اللبن الحامض داك الماء ديال اللبن راه فعال راه ممتاز تينقي لنا ويصفي وكل شيء ها حوايج بساط اللي غينقيو لنا المعده وكل شيء دابا هضرنا على التوكال ياك دابا هذه المرحله الاولى الشعر اللي كيتساقط اللي قال لك كيستعمل الرشيم استعمل رشيم القمح بوحدو فعلا افكتيمون رشيم القمح فيه الجروب الفيتامين بي اللي هو تيوقف تحان الشعر انه الشعر حواجب بالشبار الظفار ياك ممتاز ليه هو مقوي ورشيم القمح في حد ذاته المعلقه الاولى فاصمه للمعده والمصران وكل شيء اش غيخسر يخسر هذا السيد بلاص ما ياخذ رشيم القمح بوحده ياخذ رشيم القمح والصوجة والحلبة وإلان والعدس والشعير والخرطال والدورة 8 د الرشيم وهو قوى نفسه وعطى الجهد ديالو اش قلنا قبل قلنا الشغالة تتوكل لنا اليرقة ديال النحل تتوكلها باش بالغذاء الملكي شحال تضاعف الحجم ديالها 2250 خطرة اذا اللي بغى يغلط وما عندوش حل واستعمل كل شيء عليه بالغذاء الملكي يغلط صحة ها جوج طيب هادشي كيساعد على نمو الشعر الله يعطيك الصحة قلنا خميرة البيرة لا لوفير دو بيير اللي هي خميرة ديال الشعير بمعنى نبتنا الشعير راه العجب فيه ما حساك لا نبتنا كاع الرشيم اللي هضرنا عليه خميرة البيرة فيها 17 فيتامين 16 الأملاح معدنية وكمية كبيرة الدهنيات تتغلط ميم مالين السكر صالحة ليهم دونك تتغلط بالميسكل سي ان كومبليمون اليمونتير غذاء تكميلي جميع لي سبورتيف الدنيا تياخذوه باش يعطيهم القوه ولا ما ميسكولير وكل شيء ما خصناش نكثروا من لا لوفير دو بيير راه لا كثرنا ناخذوها غير واحد الوقيته ما نعيقوش راه في الكثره ديالها راه تقدر تعطينا العقم ايوا سمعوا عندها اضرار جانبيه بيان احنا الرجال ما خصناش اي حاجه كثرنا منها راه عندها اعراض مثال بسيط خدينا 3 شهور 4 شهور وقف بركه راه كاين اللي تيبقى شحال من الواحد انا عطيتها ليه بقى ترجع كاري توا تفصل وما بقاش باغي يوقف دونك شي تيجبد شي الهضره الور هذا السيد باش يوقف طيحان الشعر ديالو عاد كان لينا القمح منبت اش غيخسر يهز هاد القمح واخا ياخذو بوحدو هاد القمح منبت ويلوحو في الميكسور واخا يزيد عليه غير الماء ويطحنو ويصفيه وياخذ داك الماء ويديرو الجلد هاد شعرو ها وصفه ممتازه هاد القمح منبت لاحو في ميكسور زاد عليه غير الماء راه الحوايج البساط وزيد عليه واحد 8 ولا 10 ديال الحبات ديال خميره البيره طحن كلشي ها انت عندك عاوتاني وصفة فعالة ممتازة وكل شيء بالأحرى لخد الرشيم كله وزاد عليه خميرة البيرة وزاد مغلى ديال الزعتر
وصفي وخوى عليه وزاد شوية الزيت اللي بغى في الزيوت وورك على البوطون غيتحل لي كل شيء صفي يستعمل هاد الوصفة راه فعالة وممتازة. هاد الشعر علاش يطيح؟ خلي نقلبوا على السبب دابور. واش موتر واش معصب لم متوتر خد دواء ديال التوتر العصبي يعطينا لا فورميل شحال نختار الوصفه. واش تغسل شعرك بزاف؟ لا تغسل شعرك بزاف راه ما تتخليش راه تحت كل زغبه كاينه ولسيسه عندها عده مهمات من المهمات من بعض المهمات ديالها حمايه هاد الزغبه باش غتحمي لنا هاد الزغبه تتخلق لنا ليدام هاد ليدام تتخلقوا من لا راسين حتى لا بوينت فيها تيرموستار بانيه اللي تتوقفوا ملي توصل لا بوينت. اش يدير هاد السيد؟ غسلتي اليوم يلا بدات تتخلق لنا ليدام الولسيسه حسات بالزغبه عريانه خاصها تحميها يلا مسكينه تتحميها تتخلق ليدام جا دار لك انا وطر شامبوان. انا كاين الناس اللي تنعرفهم تيغسلوا ثلاثه الخطرات داتهم كلها ماشي حتى غير شعرهم داتهم كلها ثلاثه الخطرات في النهار مالهم مسخين ولا معفونين راه مسطين هادو ما تيخليوش الشريده والله اختي. واش يقول لك انا الاناقه ونضيف وداك الشيء ما منضيف والو راه تتمرض راسك راه ربي عطي لاش عطينا داك ليدام عطينا باش يحمينا كل حاجه مثال بسيط واحد تيطيب عنده طفح جلدي في ذاته الناس اللي غلاد اللحم ديالهم تيتقاص تيتحكحك تيطيبو مساكن باش غيتحماو دير لهم دهنه غير بالزيت البلديه الدراري الصغار العرق ديالهم البول ديالهم وكل شيء باش تنحميوهم احسن كريم ما تسوى والو قدام الزيت البلديه راه حتى من السرات تحيد ثلاث ايام. طيب جمال معنا مكالمه وي اختي ناخذو. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير وي اختي على الراس والعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله تفضلي. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. لاله تفضلي. كيفاش في جامع؟ لاباس عليك؟ نحمد ربي ونشكر اختي. نهاركم مبروك ان شاء الله. الله يبارك عليك. فيك. تفضلي لاله مباشره السؤال ديالك. سؤالي اذا كان ممكن. على الراس والعين. انا عندي السياتيك اللي هو الانزلاق الغضروفي. وي اختي. ويعني كيقولوا في هنا في المغرب يعني اللي تقاليدنا ان كنكويو. وي اختي. يعني كويت وداويت والو 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 ما غايدير لك والو داكشي كملي. ما لقيتش النتيجه. الو بغيتي حل اختي؟ اه. اعطينا شحال من الخطره. اول حاجه خذي كاس ديال زيت الزيتون. كاس زيت الزيتون. هو الاولاني. زيدي فيه واحد المعلقه صغيره ديال السكيتجبير. اها. واحد نص معلقه ديال البزار. اها. واحد ربع معلقه ديال 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 لو جيروفل القرنفل. قرنفل. القرنفل اختي. اها. ربع معلقه ديال القرفه. اها. الا ممكن لا كان ممكن لك ربع معلقه ديال الحريقه الحرشه والملسه دونك عطاونا نص معلقه صغيره. اها. واحد ربع معلقه ديال الخوذنجال. اها. واحد نص معلقة حتى المعلقة نفضل انا معلقة ديال لاجيسكوام سيكران اللي هو البنج سيكران هادشي كله دفيه ديري كاس ونص زيت البلدية حتى لجوج الكيسان حيت درت لك وصفة مركبة الور ديري كاس ونص ديال زيت البلدية دفيه ودلكي من الفوق دلك ساعة الظهر وانتي دلكي حتى الصبع الغليظ ديال رجليك ثلاثة الخطرات في النهار الا درتي هاد الوصفة ثلاث ايام راك تهنيتي ولكن راه غير هدنا ما شافيناش كاين بعض الناس اختصاص تيمشي تيفصد لك عرق لتحت في الرجل انا ما عنديش هاد المعرفة هالور انا مشيت درتو فصدتي العرق مشيت اذا ماشي اختصاص اللي دار لك هادشي ماشي اختصاص راه كاين بزاف الدخلاء انا ما تنقول لك لا فصدي لا والو تنقول لك ركبي هاد الدواء اللي عطيتك دهني ثلاثه الخطرات في النهار راه غتهنى يا اختي ممنوع عليك لكن انت غليظه خاصك تضعفي ممنوع عليك تهزي لا هزيتي رابع اليمين في يدك هزي رابع على اليسر ممنوع عليك تحناي بالطريقه خاصك تنزليكم ان بوان كي مقاده مستقيم ممنوع الفراش يكون تيهوى خاصو يكون قاصح دونك شي حوايج حمايه ممنوع كيلوت مزير شي حاجه مزير سروال مزير داكشي ممنوع كله دونك هادشي اللي نقدر نصحسي واحد النصيحه عامه الناس اول حاجه القانون خاصكم تفهموا اخوتي ماشي غير تسمعوا العشوب وتمشيو هكا وتجريو العشوب كل شيء دابور الطبيب واستشاره ديال الطبيب اللي مهمه راه انا لمرض تمشي اول حاجه على الطبيب ونتبع اش قال لي ولا خد حتى الدواء شيميك د الفارماسي وتنعاون بالعشوب هذه مواد مساعده هذا قانون خاصكم تفهموه
جمال، للاسف انا الوقت كمر بسرعه، كنا سعداء دائما بهذا اللقاء، ودائما احنا اسعد بالتواصل مع الفقرات وكذلك النصائح اللي كنقدموها وتنمدوها للمستمعين، ان شاء الله يكونوا كيستافدوا منها، وكنتمنوا الشفاء يا ربي لكل مريض. الله يشفيه، معذره لان دائما ما تنقدروش نعطيو اكثر من الامكانيات ديالنا، اللي مسموح به تنقدروا نعطيو، اللي ماشي مسموح به راه ما تنقدروش نعطيو. الاجابه كذلك على الاس ام اس دائما ما توقفوا شيء ببعث الرسائل، لان احنا دائما كنجمعوا اللي غنقدوا نجاوبوه دائما في كفه واحده. عرفتي اللي تيبقى سخو، ناس اخرين عندهم الحق وحنا ما عندناش. معليش حنا لينا المستمعين. شكرا على الوفاء ديالكم، بقيت يوم طيب وممتع مع باقي برامج اذاعتكم ام اف ام، في امان الله.